السلام عليكم. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو راح نشرح Activity 3 ونبدأ بالسؤال الأول. طبعا السؤال الأول في Activity 3 نتكلم عن ويش يطلب من عندنا نطلع الرانج ونطلع السيكوينس. حلو. وبدأ ديستانس، طبعا عندنا مسافات مختلفة بالكيلومتر وطالب منا نطلع هذا الشيئين منهم، وما ننسى أن السؤال طلب من عندنا تعليق لكل شيء نطلعه. فنبتدئ بالرانج. الرانج طبعا حتى بالنا ويش يساوي. الرانج يساوي اللي هو الماكسيموم ناقص المينيموم، ماكسيموم ناقص مينيموم. فنبدأ وما ننسى الأقواس، دائما خلص الماكسيموم نغلق القوس ونبدأ في المينيموم ونغلق القوس. كيف بنبدأ؟ نكتب وش الماكس، وراح نضلل على بيانات اللي عندنا الداتا، خلصنا منها نغلق القوس، بعدين نسوي اللي هي الماينس. نبدأ الحين في الوش في المينيموم، راح مرة ثانية نضلل على الجدول كامل ونغلق القوس، انتهينا. انتر. طلع عندنا الناتج كم؟ 1233. معناته المسافة بين، يعني الدفرنس بين المينيموم والماكسيموم والمينيموم هي 1233، وهذا شيء طبيعي. ليش شيء طبيعي؟ لأن العدد الماكسيموم هنا عندنا كبير جدا اللي هو 1234، بعكس المينيموم هو واحد فقط. فنحن إذا طرحنا 1234 ناقص واحد ما راح يختلف العدد إلا عدد واحد فقط، كيلو متر واحد. فكذا طلع عندنا هي العدد عدد كبير. فراح نسوي في التعليق، وإيش راح نكتب في التعليق؟ طبعا التعليق اللي نكتب فيه نوضح اللي نحن العدد الشيء اللي طلعناه. فنكتب the distance from the center over 1233 between the lowest and highest value. هذا الشرح، يعني أهم شيء العدد ما بين lowest والhighest هو 1233 من السنتر. خلاص احنا وضحنا وش هو الرينج. الحين نبدأ ننتقل للسيكوينس. السيكوينس شو يساوي؟ يساوي سيك، طبعا نكتبها نفس السبيلينج، وراح تطلع عندنا هذه هي، راح نحدد على الجدول كامل وانتر، يطلع عندنا 1.230. نحن ما نهتم على العدد إذا كان عدد كبير أو عدد صغير، اللي يهمنا هني في الموضوع كله إذا كان positive or negative. طبعا عشان ويش؟ عشان لما نعلق. الحين لما نجي في التعليق لازم نوضح لنا أن العدد اللي طلع عندنا positive، فنكتب له positively squared ونروح نعلق. وش معناته؟ بنكتب which mean low frequency on the right. وش معناه؟ دائما لما يكون عندنا العدد sequence positive معناته اللي على اليمين ناقص، اللي على اليمين وإيش ناقص. بدائما نحن منشن on the right it's lower but in the left it is highest. معناته إذا كانت الإجابة سالبة في اليسار ناقص وفي اليمين مرتفع، وإذا كانت الإجابة موجبة مثل الحين في اليمين ناقص وفي اليسار مرتفع. فنحن راح نشرح على فهمنا المهم نشوفها موجب أو سالب. مثلا الحين طلع عندنا موجب، فنقول له which mean low frequency on the right، يعني اللي في اليمين ناقص حلو واللي في اليسار مرتفع. وعلى شرحنا أهم شيء نفهم وش معنات الموجب والسالب. انتهينا من البارت الأول، بننتقل للثاني. find the following using the data above. عطانا أشياء وبغنا نطلعهم، اللي هي standard والQ1 والQ3 والإنتر. حلو، نبدأ في الستاندر. ستاندر كيف راح نطلعها؟ ستاندر نفس السبيلينج من أول حرف ST بعدين ثلاث أحرف من الكلمة الثانية، فنسوي يساوي ST بعدين DEV. حلو، اللي هي ستاندر. راح نضغط عليها ونبدأ حل السؤال. طلع عندنا 441.870. حلو، هذا العدد اللي طلعنا الستاندر. لا ننسى ان نروح نعلق على اليمين موضح لنا. اوكي، نحن الحين طلعنا ستاندر ديفيجن، ما ننسى التعليق اللي على اليمين، لان احسه دائما مركز ويش مركز على التعليق. فنحن نروح نعلق على ويش اللي نحط طلعناه، فنقول له مثلا the large number or proportion or most of the distance، يعني اغلب المسافات around 441 from the mean.
نوضح له بهذا التوضيح اللي نحن طالع عندنا، وننتقل للسؤال اللي بعده اللي هي طالب من عندنا الـ Q1. طبعا الـ Q1 حلو، اول شيء نعطيكم توضيح وش معنات الـ Q1 والـ Q2 والـ Q3 والـ Q4. الـ Q1 نحسب حسابنا اللي هي 25%، حلو 25%، 25% من البيانات اوكي، والـ Q2 50%، والـ Q3 75%، والـ Q4 100%. الحين هو طالب من عندنا ايش Q1 وQ3، معناته ايش؟ الـ Q1 اللي هي 25% والـ Q3 اللي هي 75%. نروح نطلع الـ Q1 سوي يساوي نحدد على الجدول كامل، بعدين نسوي كوما ونضغط على 1. ليش 1؟ ليش ضغطنا على 1 بالضبط؟ لأن الـ 1 هو اللي طالبينها الـ Q1. إذا طلب الـ Q2 نسوي كوما 2، Q3 كوما 3 أوكي، ونسوي أنت طلع عندنا 2. عدد جدا بسيط لأن 25%، يعني هو في بداية الدرب بعد 25%. حلو، انتهينا من هذا، راح نفصل ونشرح هني نفس الشيء، راح يكون شرحنا على اللي سويناه. فنكتب 25% of the distance kilometer are less than or equal to، معناته ان 25% من المسافات هي تساوي 2 او اقل من 2، ما تتجاوز 2. حلو، 25% اللي هي بدايه الدرب مثل ما قلنا. ننتقل للي بعد اللي هو طالب من عندنا الكيو 3، نفس الطريقه لكن بدل لا نسوي 1 نسوي ايش؟ نسوي اللي هي 3. راح نحدد على الجدول كامل ونكتب كوما 3، طلعت عندنا اللي هي ال 25 ال 75%. حلو، ال 75% كم طلع عندنا؟ 320. فهني وش راح نكتب في التعليق؟ نفس اللي كتبناه في التعليق الاول كوبي بس، بس نغير بدل ال 25 نكتب 75. حلو، والمسافه نغيرها بدل 2 نكتب 320، معناته 75 من المسافه 75% of the distance are less than or equal 320، معناته يا ان 320 او اقل من 320، ما يتجاوز 320. ليش؟ لان بعد ما ننسى عندنا اللي هي 100%، 100% هو العدد الكامل عاد اللي هو اكبر عدد 1234. فنحن انتهينا من شرح هذيله. يبقى عندنا اخر شيء اللي هو باقي الاي كيو ار. الاي كيو ار كيف راح نطلعها؟ اللي هي كيو 3 ناقص كيو 1، الفارق بين كيو 3 والكيو 1. حلو، راح نسوي يساوي نحدد على كيو 3 ناقص ل كيو 1 ويساوي طلع عندنا الناتج 318. طبعا تعليقنا على هذا الشيء نقدر نوضح ان المسافه بين الكيو 1 والكيو 3 هي 318. The distance from Q1 and Q3 is 318 كيلومتر. هذا بخصوص السؤال الأول، أتمنى أن ما يكون فيه صعوبة، وأي سؤال أو استفسار قدروا تحطوه في التعليق وإن شاء الله نقدر نفيدكم.